فعلا لما تكون الموهبة حقيقية لازم نلحق أحلامنا حتى لو كان بالتمرد، مثل ما عملت الشابة الفلسطينية نادين سويتي لاعبة كرة القدم. نادين هي صبية فلسطينية ومحجبة، طلعت على النطاق الاعتيادي واختارت تلعب كرة القدم من عمر كتير صغير. هالهواية خلتها تكتشف موهبة كتير حلوة عندها وهي لعبة كرة القدم، وغيرت فيها حياتها ومهنتها، وقررت انها تخلق حضور كتير كبير لكرة القدم النسائية ببلد مثل فلسطين، التي شاركت بمسابقات محلية ودولية وصلت فيها للنرويج. تعالوا لنتعرف على هالموهبة المميزة. نادين سويتي، عمري 21 سنة، دارسة إعلام صناعة أفلام ولاعبة ومدربة فوتبول. كان عمري 5 سنين تقريباً لما بلشت ألعب، وبلشت أنزل كمان على النادي مع إخواني. كنت هيك أوقف جنب المدرب أشوف أفهم أكثر، أحب أحضر مباريات، يعني كأنه هذا الإشي عزز عندي الموضوع، وكنت ألعب مع الأولاد أكثر. عبين ما أنشأوا يعني الفريق النسوي، كنت أنا أول حدا في نادي بلدنا يعني مع البنات كلاعبين. نفس ما تلقينا الرسالة فعلينا هلأ إنه إحنا كمان نوصل الرسالة، وإذا إحنا كلاعبات ما يعني مش إحنا اللي أسسنا فرق هلأ، فمين غيرنا يعني يأسس فرق نسوية؟ كرة القدم يعني كيف بلش يهتم فينا، كيف بلشنا نحرز نتائج بالنسبة لنادي بلدنا، وطلع من عنا بنات على المنتخب من نادي بلدنا منتخب فلسطين، والحمد لله يعني حصدوا مراكز. شاركت في داخل نطاق فلسطين بس مع مؤسسة خطوات، شاركت في الأردن وشاركت في النرويج، وكمان مع اتحاد الفلسطيني لكرة القدم شاركت أكثر من مرة في الأردن. أنا بالنسبة إلي كشخصياً بتواجهني هلأ، أنا لاعبة فوتبول ولاعبة مبارزة كذلك، إنه أنا بدرب مبارزة وبدرب فوتبول. الحجاب في اللعبتين هلأ هو طبعاً ما عمره كان عائق، بس هو كيف خليني أقول بشوب كتير هذا منه، بس كمان نظرة المجتمع لإلي، كتير ناس قالت لي إياها أكتر من مرة إنه طب ما أنت محجبة بتلعبي بحجاب، إنه أكيد بلعب بحجاب هلأ، يعني مش حشلحة جوا الملعب وحلبسه برا الملعب. فأنا بالنسبة إلي أنا كمحجبة يعني بتمنى إنه ما يكون دايما لأي إشي بالعالم إنه يكون الحجاب عائق بالنسبة إلي. أنا
رسالتي يعني لكل نساء العالم، ما بحكي بس بشكل خاص، لكل نساء العالم الفوتبول هو رسالة كتير حلوة. يعني أنا بالنسبة إلي يعني بعلم كتير شغلات، بعلمك النظام، بعلمك كتير شغلات بحياتك، بعلمك الوقت، بعلمك تحترم الوقت، بعلمك كيف أنت تكون منضبط. يعني كل إشي له علاقة في الحياة الفوتبول بيقدر يعلمك إياها. طموحي الشخصي إنه أنا يعني أنا ما أفقد الأمل من لعبة الفوتبول، لأنه أنا لحد هلأ أنا مش فاقد الأمل إنه أتم لاعبة، لأنه أنا بتذكر لحد هلأ إنه مرة ماما قالت لي إنه إيش أجيب لك إذا جبت 96 بالمدرسة، قلت لها بدي بوت حب، فإنه كان أكبر طموحي إنه يجيني بوت حب. فلحد هلأ أنا يعني أكبر طموحي بتصفي إنه لحد هلأ إنه أتم ألبس هذا بوت الحب هذا وأقدر أمارس هوايتي المفضلة.